الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه. حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده، ولا يحصى عديده، ولا يفنى مديده، ولا يفرغ مزيده، ولا ينتهي أمده في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ارزقنا الإخلاص في قولها واعتقادها واعتناقها، استبشارا بحق قول رسولك عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. واختم اللهم لنا بها بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة. وكل من يؤمن على هذا الدعاء من الأحبة المشاركين في هذه الدورة، وكل من يقول آمين، اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا، استبشارا بقول رسولك عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، هذه المحاضرة يعني كما وعدناكم نتعرض فيها لتعريف الصيام وأقسامه وفضائله، انطلاقا من آية الصيام في قوله تعالى، الآية الصيام الأولى في سورة البقرة، في قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. وقد تكررت هذه الكلمة في القرآن حوالي 3 مرات أو 4 مرات، هذه إحدى: كتب عليكم الصيام، والأخرى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، والثالثة يعني كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب يعني فرضا. آدي النص، كتب يعني فرضا، كتب عليكم الصيام. وكتابة الصيام أي فرض الصيام بموجب الإيمان، بموجب الإيمان، ولولا الإيمان لم يجب الصيام، وهذا سنتعرض له بعد حين عندما نتحدث عن أركان الصيام وشروط وجوب الصيام وشروط صحة الصيام. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا. ولعلي قلت في المحاضرة الأولى أن في القرآن الكريم ما يقارب من 89 نداء: يا أيها الذين آمنوا. ولعل لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول، أو ابن عباس يقول: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر الله به أو شر ينهى الله عز وجل عنه. يا أيها الذين آمنوا 89 نداء حصريا ربما. والمسلم مطالب بأن يستجيب لهذه النداءات كلها حتى يكتمل إسلامه، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يقوم بهذا الإسلام إلا من أحاط به كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقوله عز وجل: الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي كل شعب الإيمان. وإلا فلو استجبنا لنداء الصيام فصمنا، ولنداء الوضوء فتوضأنا، ولكن النداءات الأخرى لم نستجب لها، فإن ذلك يعني مما ينكره الله عز وجل علينا، حيث يقول عز من قائل في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. استفهام إنكاري، استفهام إنكاري توبيخي تأنيبي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. طيب، يا الذين آمنوا، ولذلك بموجب هذا النداء كان فرض الصيام. فما هو الصيام؟ هذا السؤال، ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك أو الامتناع بإطلاق حتى عن الكلام. وعلى ذلك قوله تعالى في مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وهنا الصوم إمساك عن الكلام، بدليل
ومشاهدينا ومتابعينا في هذه الدورة، المشاركين في هذه الدورة، انتبهوا من قواعد التفسير مراعاة السياق والسباق. مراعاة السياق والسباق، السياق اللي ورد فيه الكلمة وما قبلها وما بعدها يحدد المعنى المراد للفظة المذكورة. لما قالت مريم نذرت للرحمن صوما، يا ترى نوع هذا الصيام ما نوعه؟ بإطلاق ولا عن شيء معين؟ جاءت العبارة بعدها فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل على أن الصيام هنا اللي أمرت مريم أن تعلنه يعني إمساك عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه يبقى بالإشارة. يبقى إذن الصيام في اللغة الإمساك. طيب في الشرع، في الشرع أو في الاصطلاح، في الشرع أو في الاصطلاح يعني إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. هناك تعريفات كثيرة جدا، منها كذلك التعريفات الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوص، هذا أيضا تعريف. لكن هنعتمد هذا التعريف الإيه؟ إنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. الزمن المخصوص هنبينه كما سنأتي، والشخص المخصوص هنبينه عندما نتحدث عن شرائط إيه؟ وجوب الصيام وشرائط صحة الصيام. يبقى إذن الآن بينا المعنى اللغوي، واللغة أساس، واللغة أساس، اللغة أساس لفهم مراد الله من كلامه، وأساس لفهم مراد رسول الله من كلامه. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام القرشي، يقول فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم اللغة العربية ليعلم مراد الله من كلامه، وليعلم مراد رسول الله من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى وضحنا معنى الصيام. وبالمناسبة هل هناك فرق بين الصيام والصوم؟ ليس هناك يعني كبير فرق، لكن لو قلنا من باب التدقيق، الصوم كلمة صوم ثلاث حروف، الصاد والواو والميم، لكن لو قلنا صيام أربعة أحرف، الصاد والياء والألف والميم، يبقى فيه أربعة حروف، وفيه إذا جردنا من الإيه من الألف واللام، يبقى صيام وصوم أربعة، صيام أربعة حروف. العلماء يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما كان صوم، لما ده إيه ده فرق لغوي طفيف، لكن سنأتي عليه، سنأتي عليه. يعني بعض العلماء حاول كثيرا ان هو يقول ان في فرق بين الصوم والصيام، فقال الصوم يكون ان امسك عن الكلام بدل ايه مره من ذكرناها، وان الصيام الاخر اللي هو الامتناع عن المفطرات في زمن كذا، لا. ولكن يعني النصوص النبويه، النصوص النبويه والنصوص القرانيه تدل على انه لا فرق بينهما، الصيام هو الصوم والصوم هو الصيام. من ذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عاجلا، أقول الرسول يقول عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم لا عدل له. وبعدين من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني وبعدين الحديث، الحديث يقول الحديث المشهور اللي بيبين أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، صوم صوم بالحروف الثلاثة الصاد والواو والميم. ففي الغالب، في الغالب يعني انه لا، في انه لا فرق بين صوم وصيام كلاهما في اصل اللغة، لكن في الشرع بقى كما وضحنا امساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، او على التعريف الاخر عند بعض العلماء والامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل في ذلك قوله تعالى في آيات الصيام سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى انتهينا من التعريف اللغوي بضم اللام وليس بفتحها، أرجو التنبه أيها المشاركون في الدورة والمشاهدون لهذه الدورة. بينا المعنى اللغوي وبينا المعنى الشرعي أو في الاصطلاح. الآية تقول عودا إليها يعني كتب عليكم الصيام كما كتب، كما كتب، كما كتب على الذين من قبلكم. ما وجه الشبه؟ كما كتب ده أداة تشبيه. ما وجه الشبه في صيام العالمين؟ الآية تقول كما كتب على الذين من قبل، الذين اسم موصول من صيغ العموم كما عليه المحققون والعلماء، على الذين من قبلكم، الذين
اسم موصول من صيغ، يعني كل الذين من قبلنا في أي عصر، في أي مصر، في أي قارة، في أي مكان، في أي زمان، كان الصيام مكتوبا عليهم. السؤال هنا، هل وجه الشبه في فرضيته، فأنه كان مفروض عليهم مثل ما هو مفروض علينا، وقلنا منذ قليل أنه كتب عن فرضة، ولا وجه الشبه في وقته من طلوع الفجر لغروب الشمس، أم وجه الشبه في كيفيته، أم أن التشبيه على العموم، التشبيه على العموم باعتبار أن كل أحد له صوم أيام، أي أنتم متعبدون بالصيام في أيام كما تعبد من كان قبلكم. النص يحتمل ذلك كله، النص يحتمل ذلك كله. طيب، لكن قد يقول قائل، ما الحكمة في أن الآية تقول كما كتب على الذين من قبلكم؟ لماذا؟ ما فائدة إخبار الله عز وجل لنا بأنه كتب عن الصيام كما كتبه على من قبلنا؟ الفخر الفحل الرازي في كتابه القيم مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير يقول، وفائدة هذا الكلام، يعني عبارة كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، يقول الفائدة أن الصوم عبادة شاقة، الصوم عبادة شاقة، والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله، الشيء الشاق إذا عم سهل تحمله، لما يكون شاق يبقى لست وحدي يشاركني غيري. ولذلك النص الكريم في سورة الزخرف يقول تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني بعد لما تشوف في غلاء والعلاء طم وعم يبقى ليس علي وحدي. هذه معنى قول الإمام الرازي رحمه الله تعالى، فائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله. طيب بعدين، حكمة وصف الأيام، طبعا الآية وتجوز حتى أصل إلى الجانب الآخر، الله تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا في الحلقة المحاضرة الأولى الهدف التقوى، بدليل أن الآية الأولى ختمت بقوله تعالى لكم تتقون، وختمت آيات الصيام بقوله تعالى يبين الله آيات كذلك يبين الله آياتنا لعلهم يتقون. حكمة وصف الأيام، الآية الأولى بقى، الآية الثانية بقى، أياما معدودات، ما حكمة وصف أيام الصيام بكونها معدودات؟ ما حكمة وصف أيام الصيام بكونها معدودات؟ يعني وما المعنى أولا؟ أي أياما مؤقتات بعدد معلوم، مؤقتات بعدد معلوم، أي قلائل. وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد لا الكثير، كلما كان المال قليلا اللي يدل على قلته أن يكون معدود، اللي يدل على قلته أنه معدود، بدليل قوله تعالى في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. لم يكتفي بأنه وصف الثمن بأنه بخس، ولم يكتفي بذكر الدراهم، إنما أتى بلفظ معدودة ما يدل على أنه الدراهم دي كانت إيه قليلة. وعندما يكون العدد كثيرا، عندما يكون العدد كثيرا يكون الحديث عنه بتعبير يفيده بلا عد ولا حصر، ولذلك يقول تعالى وتحبون المال إيه حبا جما، بلا عد وبلا حد وبلا حصر. ولذلك في النص الآية، في نص الآية لعلما قال في الآية الثانية أيام معدودات، قال في الآية الثالثة ولتكملوا العدة. المقصود من هذا الكلام كأنه سبحانه وتعالى يقول إني رحمتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر، لم أفرض عليكم صيام الدهر كله، إنما أيام معدودات، لم أفرض عليكم صيام أكثر الدهر، ولو شئت لفعلت، كلام الفخر الرازي. المقصود من هذا الكلام أياما معدودات، وبقوله تعالى ولتكملوا العدة، كل ذلك بالعدد، المقصود أنه سبحانه وتعالى كأنه يقول لعباده رحمتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله ولا صيام أكثر الدهر، ولو شئت لفعلت ذلك، ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا في أيام قليلة. ويقول بعض المحققين يجوز أن يكون قوله أياما معدودات من صلة قوله كما كتب عليكم من قبلكم، وتكون المماثلة واقعة بين الفرضين من هذا الوجه، وتعليق الصوم بمدة غير متطولة، وإنما اختلفت المدتان في الطول والقصر، ويكون المراد ما ذكرناه من تعريف سبحانه وتعالى إيانا أن فرض الصيام علينا وعلى من قبلنا،
ما كان إلا مدة قليلة لا تشتد مشقتها، فكان هذا بيانا لقوله تعالى كان بنا رحيما، وليس بنا فقط بل كذلك بالأمم قبلنا، كان الصيام عليهم كذلك أياما معدودة ومسهلا أمر التكاليف على كل الأمم، ورحمة الله عامة. ولذلك الله تعالى يعني أرحم الخلق بعباده. عدة أيام الصيام المكتوب علينا أياما معدودات، ولتكملوا العدة. لماذا قال ولتكملوا العدة ولم يقل ولتكملوا رمضان؟ لأن بعض الناس ما بيصوموا الشهر كله في وقت الشهر، اللي مريض والمسافر، المريض والمسافر والحامل والمرضع والكبير السن وغيرهم، هؤلاء لا يتمون صيام الشهر كله، إنما في وقته من الهلال للهلال، إنما بيصوموا الشهر بعض أيامه وبعض ما ينتهي الشهر إن شاء الله، على ما سنبين إن شاء الله تعالى. العدة ولتكون العدة، ما معنى العدة؟ العدة فعلة، العدة فعلة من العد، وهو بمعنى المعدود، وقلنا وصفت بأنها معدودات لأنها قليلة. وفي الصحيحين، ولذلك عدة الشهر، عدة شهر رمضان، ولتكمل العدة، المقصود بالعدة إيه؟ إما أن تكون 29 وإما أن تكون 30. انتبهوا انتبهوا أيها المشاركون في الدورة والمشاهدون لها، المشاركون والمشاهدون لها بإذن الله، بعون الله، بفضل الله، بتوفيق الله. لما قال تعالى ولتكمل العدة، يبقى العدة دي كم؟ إما أن تكون 29 أو تكون 30 يوماً. ما الدليل على أن دي عدة؟ العدة اللي أمرنا بأن نكملها أو بأن نكملها بالتخفيف أو بالتشديد. في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله رمضان، ذكر رسول الله رمضان فقال إن أمة أمية، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب بهذا الضبط بالشكل، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. طبعا دول كام؟ 10. لما يقررها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكفاه أطهر وأقدس من كف فداه أبي وأمي ثلاث مرات، بالثلاثة عشر بثلاثين، هذه مرة أولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة، يبقى مرتين كاملتين، يبقى ده 20، وفي المرة الثالثة قبض الإبهام، يبقى كده، يبقى كام؟ 9، يبقى 29، يعني 29. يقول مرة يكون الشهر 30 ومرة يكون 29. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وده كلام سنتعرض له بعد حين إن شاء الله في بعض المحاضرات القادمة، إنه بما يثبت دخول رمضان، هل يثبت بالرؤية ولا بالحساب الفلكي؟ الحديث والنصوص كلها تقول إنه يكون على الرؤية، لهذا الحديث صحيح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج منها بيقين كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن ابن عمر رفعه الشهر 29، ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة وقبض الإبهام، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، هجر النبي نساءه شهرا فنزل 29، فقيل له، فقال إن الشهر يكون 29 وشهر 30. هذا البيان ما أهميته؟ ما فائدته؟ لأن بعض الناس يقول لك إحنا صمنا الشهر ده السنة دي ناقص لما يصوموه 29، لا، الشهر إما أن يكون هكذا، إذا كان 29 فهو تام، إذا رؤية الهلال مساء يوم 29، فإذا لم يرى الهلال وبالتالي أصبحنا صائمين اليوم 30، يبقى هو 29 يكون تاما إذا رؤي الهلال، وإذا لم يرى الهلال وصمنا 30 يكون تاما، وهكذا. ولهذا كان الأمر بإكمال العدة يشمل جماعة الذين تشملهم أو الجماعة ولتكمله، فمن أتم الشهر صحيحا مقيما، ومن اعتراه عذر من مرض أو سفر والحيض والنفساء وغيرهم، عليهم إكمال العدة. اللي صامها، اللي صاموا الشهر من الهلال للهلال، اللي صاموا الشهر من الهلال للهلال ولم تعتريهم أعذار شرعية، صاموه كام من الهلال للهلال؟ صاموه 30. يبقى اللي جد عنده عذر واعتراه عذر بعد ما يزول العذر يصوم مثل من صام الشهر من الهلال للهلال. إذا صاموا من الهلال للهلال 29، يبقى اللي اعتراه عذر يصوم 29، واللي صاموا من الهلال للهلال صاموا 30، يبقى من اعتراه وعرض له عذر يصوم مثلهم 30 تمام.
طيب النقطة التالية، حكمة النص ولتكمل العدة بدلا من ولتكمل الشهر. ليه قال ولتكمل العدة ولم يقل لتكمل الشهر؟ لأنه لما قال ولتكمل العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء، أيام القضاء لتقدم ذكرهما جميعا، ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثل عدد الأداء، عدد القضاء مثل عدد الأداء. لما نوضح معنى كلمة الأداء والقضاء، لو فرضنا في الصلاة على سبيل المثال صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، وقتها من أذان الظهر إلى أذان العصر وقت أداء. طيب أذن للعصر ولم يصلي مسلم، لم يصلي الظهر 4 ركعات. طيب يبقى إذن أذن للعصر ولم يصلي الظهر، يبقى لم يصليه أداء، سيصليه قضاء لأن وقته قد خرج. يبقى لما يصليه قضاء هيصليه كام؟ يصليه 4 مثل ما كان سيصليه أداء، أم يصليه أقل من ذلك؟ يصليه قضاء كما كان سيصليه أداء. وهكذا الصيام، من صام رمضان أداء 30 يبقى اللي عليه قضاء يصوم 30 وهكذا. ولذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير القيم تيسير الكريم المنان يقول ولتكملوا العدة، قال لئلا يتوهم متوهم، لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا التوهم بالأمر بتكميل عدته. وبعدين يقول تعالى يريد الله بكم اليسر، الآية الثالثة، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان فمن شهد منكم شهر فلا صمه، وما إلى آخر النص، يريد الله بكم اليسر. اليسر، اليسر ما هو اليسر؟ الليون والسهولة والانقياد، وهو ضد العسر. والتيسير مصدر يسر ييسره، إذا سهله ولم يعسره ولم يشق على نفسه أو غيره فيه الليون والانقياد. والميسرة السعة والغنى، يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتيسير الشيء تسهيله، واليسر ضد العسر. ومعناه في الاصطلاح موافق لمعناه اللغوي، وهو عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، أو بعبارة أخرى عمل فيه يسر وسهولة وانقياد. ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث الصحيح إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، وفي رواية إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسرى، ده مطابق للنص القرآني، يريد الله بكم اليسرى، إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لها العسر، قالها 3. وفي الحديث إن دين الله يسر، وفي الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ بن جبل وأبا موسى قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا اختلفوا. بهذا يعني أوشكنا على نهاية الوقت المحدد لهذه المحاضرة الثانية، وإلى المحاضرة الثالثة إن شاء الله سبحانه وتعالى نبين فيها أقسام الصيام. فإلى تلكم المحاضرة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.